السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا راندة الشهدة، فتابعوا معي الخطوات. أول حاجة غادي نديروها يعني من بعد ما نفتحوا الفتحة ديال النصف طوق، فغادي ندير يعني ضربة في الأسفل وواحدة أخرى في الأعلى. والآن شوفوا معي أول حاجة غادي نديروها، غنديروا غير غرزة واحدة هنا، غرزة واحدة في الوسط. من بعد ما تنديروا غرزة واحدة غادي نرجع للتوب، وما تنسوش ان احنا هنايا غادي نبداو في الزيادة ديال العدد. يعني انا الان دابا غادي نزيد عين، فين ما غادي نضرب في التوب غادي نزيد حتى نوصل للعدد اللي انا بغيت، وعادة غادي نكمل يعني الفتحة ديال النصف طوق وغادي نكمل الخدمة بشكل عادي. هنا درنا جوج الغرزات وضربنا في التوب، وغادي نضيف يعني غرزة جديدة. دائما عندنا يعني الزياده، فين ما تنضربوا في التوب تنزيدوا. فالان غادي نخدم يعني ثلاثه وغادي نرجع نضرب في التوب. لاحظوا معي جيدا في الراندة ديال الشهده خاص ضروري يكونوا عندكم ربعة الغرازي عاد تبداو في الخدمه ديال الشهده. يعني ربعة تقدروا، مهم الافضل يعني بداو معايا بربعة باش نمشيو غادي يعني نتمو غادي مقادين مع الخدمة. الان شوفوا معايا مزيان، غادي نخدم الغرزة الاولى. لاحظوا معي جيدا الاولى، وغادي نخلي واحد جوج، وغادي نجي الغرزة رقم ثلاثة، او لهذه يقولوا هي الغرزة رقم ربعة. المهم احنا عندنا القاعدة ديالنا الاساسية ديال العمل ديال راندة الشهدة، وهي انك تخلي جوج ديال العينين وتمشي للعين الثالثة او الغرزة الثالثة. الان غادي نضيف يعني الزيادة، كيف ما لاحظتوا معايا دائما عندنا الزيادة. فهنا زدت يعني وضعت عين، وفي هذا الفراغ غنوضع العين الاولى، وتنحاول انني نطلع الخيط الفوق، وغادي نرجع في نفس المكان يعني في هذاك الفراغ، وغادي نوضع الغرزه الثانيه ونجر الخيط الاسفل. شوفوا معايا مزيان، تنجر الخيط الاسفل باش يبقى عندي هذاك الفراغ، وهذا الفراغ ما تنخدموش حتى الاخر. المهم الان شوفوا معايا مزيان، غادي نخدم هذه الغرزه، هذه الغرزه نخدموها. والان غادي نخدمه في التوب. لاحظوا معايا واحد القاعده مهمه جدا وعقلوا عليها في الخدمه ديال الشهده، وهي اللي غادي تسهل عليكم الخدمه ديال الشهده. هاد العدد اللي غادي يجي الان دابا في الاسفل، لاحظوا معايا في الزياده، انا دابا غادي نزيد العين الاولى، يعني هنا شوفوا معايا مزيان الغرزه الاولى والغرزه الثانيه. لاحظوا معايا مزيان هنا درنا جوج ديال الغرزات، جوج الغرزات. شوفوا معايا مزيان، غادي نخلي هذاك الفراغ اللي انا قلت لكم خليوه، وغادي نجي لهاد الغرزه اللي حداه، وهذه ما غاديش نحسبها، ما تحسبوهاش، الا حسبتوها غادي نتلفوا، ما تحسبوهاش وحسبوا غير هاد الغرزه هذه واحد. يعني هنا شنو عندنا، هنا دائما العدد اللي كيخرج لينا لتحت كيخرج لينا ناقص بواحد الفوق. يعني انا لتحت خدمت جوج الغرزات، الفوق خرجت لي غرزه واحده، المره الجايه غادي نخدم لتحت ثلاثه الغرزات، الفوق تعطيني جوج. شوفوا معايا دابا كيفاش المهم حدنا حنا كنطلعوا في الخدمه، وانتم غادي تفهموا هذه القاعده مزيان. فهنا زدنا يعني هذيك العين اللي عندنا، خدمنا هاد عندنا هنا خدمنا جوج. ولاحظوا معايا جيدا هذا الفراغ ديما كنديروا الضربه الاولى ونطلعوا الخيط الفوق. والان نجيبوا هنا يعني الضربه الثالثه او الغرزه الثانيه عفوا، ونهبط الخيط الاسفل. يعني الاولى نطلع الخيط الفوق، والثانيه نهبط الخيط لتحت، ونخدمها جوج الغرزات عادي جدا. جوج الغرزات ديولي اللي عندي هما اللي غادي نخدمهم، وفي الطلعه راه غادي نزيدوا هنا اثنان. والان دابا غادي نخدمو على التوب. لاحظوا معايا مزيان فين ما كنضربو في التوب كنزيدو عين، فهنا حسبوا معايا واحد
اثنان، ثلاثة. هنا عطاتني ثلاثة، القاعدة شنو كتقول؟ ديما العدد اللي عندي لتحت غيكون عندي ناقص بواحد الفوق، يعني عندي لتحت ثلاثة الفوق تعطيني جوج. لاحظوا معايا مزيان، ديما هاد الغرزة هادي ما كنحسبوهاش، ما تحسبوهاش باش ما تلفوش. لاحظوا معايا مزيان، هنا واحد، هنا الفوق تعطيني اثنان. هي هذه القاعدة اللي شرحتها لكم، يعني ثلاثة الغرزات لتحت جوج الغرزات الفوق ديما غتعطيكم ناقص بواحد، لأنني دابا أنا فاش غادي ندور غتزاد عندي وحدة، يعني هنا غادي يولي عندنا بحال غنقولوا يعني التوازن ديال الخدمة بحال هكا. غادي أنا عطيتكم هاد الطريقة باش ما يعني لبقيتو كتحسبوا بزاف غادي غير تدوخوا راسكم بالحساب. المهم اللي ما اللي اول مره غادي تخدم الراند ديال الشهده فترجع لواحد الفيديو انا كدرته سابقا، درت فيه راند الشهده ماشي في النصف طوق يعني عريضه، درت فيه غير راند الشهده وحده، فانا غادي نوضع لكم الرابط ديالها وفي صندوق الوصف اسفل الفيديو غتلقاو الرابط ديالها، رجعوا لي شوفوه هو الاول عاد شوفوا هذا، لان هنا انا دابا غادي نزيد نكبر يعني غادي ندير الشهده كبيره. انا هنا غادي نحاول يعني نكمل معاكم. ف ديما الضربه الاولى تنطلعوا الخيط الفوق، الضربه الثانيه كنهبطوا الخيط لتحت، وغادي نخدم هاد ثلاثه الغرازي اللي عندي، يعني عدد ديال الغرازي اللي عندي هو اللي غادي نخدمه. واحد، والان اثنان، ثلاثه، ثلاثة الغرزات، هنا يعني كما كنقول لكم ديما يعني بزاف التعاليق فيهم انني كنبقى نعاود يعني في الشرح، فهاد الشيء راه على قبل السيدات المبتدئات فكنحاول يعني نعاود الشرح باش كل شيء يفهم. المهم هنا تزادت عندنا غرزة، يعني المعنى ديالها ان احنا عندنا ربعة الغرزات، في الاول خدمنا ثلاثة دابا خدمنا ربعة. ولاحظوا معايا ديما كنخلي هاد الفراغ هذا وتنجي لهاد الغرزة اللي ما كنحسبوهاش بطبيعة الحال. فالان غادي نخدم هاد الغرزة هذه وغادي نوضع، شوفوا معايا هنايا العدد ديال الغرز اللي غادي يعطينا، واحد لتحت عطاتنا ربعة، يعني الفوق خاصة تعطيني ثلاثة، يعني اوتوماتيك خاصني نفهمها، لتحت عندي ربعة الفوق تعطيني ثلاثة باش نبقاو غادي مزيان. ومن بعد ملي غادي تاخدوا العدد اللي نتوما بغيتو راه ما تبقاش تعطيكم لتحت عدد والفوق عدد، تعطيكم نفس العدد وخدموا بعدد فردي. مثلا انا هنا في هاد الخدمة غادي نخدم بواحد وثلاثين غرزة، اللي يعني اللي بغا دير بحالي فتخدم بواحد وثلاثين او ثلاثة وثلاثين خمسة وثلاثين، مهم عدد فردي. لاحظوا معايا دابا هنا بدينا كندورو يعني بديت ترجع، فغادي نخدم هاد ربعة الغرزات. لاحظوا معايا مزيان في هاد المرحلة هادي احنا غادي نجمعو هاد الفراغات اللي درناهم غادي نجمعوهم باش يعطونا الشكل يعني ديال الشهدة. فهادي خدمتها بحال هكا، درنا ربعة الغرزات وغادي نرجع غادي نحسب هنا عندي ربعة الفراغات. لاحظوا معايا مزيان اللحظة اللي توصلوا فيها ربعة الفراغات عرفوا بلي نتوما راه خاصكم تخدموا هنا ثلاثة الغرازي، الغرزة الأولى هي هذه والثانية كنجمعوا فيها هاد الربعة الفراغات. شوفوا معايا مزيان نجمع هاد يعني هاد الفراغات كاملين، نحاولوا ان احنا نجمعوهم بهالطريقة وما تزيروش الخيط وما ترخفوش. وهنا غادي نوضع الغرزة الثالثة في هذاك الفراغ، لاحظوا معايا مزيان في نفس الفراغ خدمنا الغرزة الأولى والثانية والثالثة، والآن نبدأ عاوتاني الحساب، واحد. فهنا خدمنا الأولى والآن الثانية ورقم ثلاثة ورقم أربعة، يعني هنا خدمنا ربعة الغرازي والضربة ديال التوب. والآن غنضيف يعني زائد، أنا غادي نزيد غرزة، واحد، جوج، ثلاثة، هنا ربعة،
5. عندنا هنا 5 الغرزات. لاحظوا معايا مزيان، غادي نخلي هاد ثلاثه الضربات اللي انا كنت درت في الاول غنخليهم، وغنجي لهاد المكان، هاد النقطه اللي انا كنت قلت لكم ما تحسبوهاش، فهي هذه اللي انا الان دابا هبطت فيها البره. هنا خدمنا 5 كما قلت لكم 5، وغادي نجي لهاد النقطه هذه باش نتاكد باللي انا غاده يعني في اتجاه صحيح. هنا عندي 2 3 4، ديما كما قلت لكم القاعده ان غادي نلقى العدد ناقص بواحد، يعني لتحت عندي 5 الفوق عندي 4. والان غادي ندور 1 2 3. هنا لاحظوا معايا واحد ملاحظه، هنا غادي نعمر فراغات كاملين، ما نخلي حتى شي فراغ. ففي هذا الفراغ هذا غادي نخدم 3 الغرزات 3، يعني هنا خدمنا 5 وغادي نخدموا دابا 3 الغرزات في هذا الفراغ. حاولوا انكم تطلعوا واحد الخيط شويه لفوق، هذا الخيط هذا طلعوه لفوق باش يبانوا لكم ان هذوك 3 الغرزات يبانوا لكم. والان انا غادي نعمر هاد 5 الغرازي اللي عندي. هنا 2 3 4 والان 5. هنا خدمت 5 الغرازي والضربة ديال التوب، هنا دائما زائد 1 2 3. لاحظوا معي جيدا، دابا هنا غادي نبداو نصايبو في الشهدة، يعني يلا غادي نبداو نصايبو فيها. خدمنا 3 الغرزات في التوب، وغادي نخلي 2 الغرزات ونجي للثالثة. الضربة الثالثة غادي نبدا نفتح هنا في الشهدة، يلا بدينا كنخدمو فيها، جينا يعني نشوفو راه بحال يلا بدينا. المهم دابا غادي نعمر هادوك 3 الضربات اللي انا كنت خدمتهم، اللي عمرتهم دابا غادي نبقى هما اللي غادي نبقى غادي خدامه عليهم. 1 2، هنا كتكون الضربه واحد شويه قاصحه لان كيكونوا قراب لبعضياتهم، ولكن غير حاولوا معاهم غير بشويه عليكم وحاولوا على الابره. المهم غادي نستمر هنا نوضع 3 الغرزات كما قلت لكم. هنا خدمنا 2 وهذه هي الغرزة رقم 3. الآن غادي نخلي 2 الغرزات، شوفوا معايا 1 2، ونخدم في الثالثة. هنا بهالطريقة كنبداو نفتحو في الشهدة، يعني هنا غادي نبدا غادا خدامة كنعمر في هادوك 2 ديال الفراغات اللي أنا خليت. هنا 1 2، يعني القاعده باينه، لتحت عندي 3 الفوق عندي 2. هنا غادي نضيف يعني هذه هي الزياده 1 2 3. والان نعمرو هذا الفراغ. كيفاش كنعمروه؟ الضربه الاولى كنجروا الخيط الفوق، والضربه الثانيه كنهبط الخيط لتحت. ديما هذه هي الطريقه باش كنخدمو. هنا 1، هنا عندي 3، غتبقى ديما غادا 3 3 3، يعني ديما هذه خدوها يعني بحال هكا 3 3 حتى تكملوا. فدابا نجيو نخدموا الضربه الثالثه، والفراغ كما قلت لكم راه غادي نجيو الضربه الاولى نطلعوا الخيط لفوق، والضربه الثالثه نهبطوا الخيط لتحت. هذاك الخويط اللي كيبان لكم يعني يقدر مره يبقى، فانا ماشي مشكل، في الاخر غادي نجمعوا مع الخدمه وما يبقاش يبان. هنا 1 2 3، عندي 3 ضربات. والان غادي نخدم في التوب ونزائد 1، انا نقول لكم زائد 1 باش تعرفوا راسكم راه وصلتوا للزياده، مولا نحبسوا الزياده راه غادي صافي ديك الساعه غادي نحبسوا الزياده. المهم انا درنا 3، غادي نديروا 4، وغادي نخلي الفراغ، وغنجي لهاد الغرزه اللي قلت لكم ما كنحسبوهاش، هي هذه ما تنحسبوهاش ما تنحسبوهاش، وغادا تعطينا 3 تم 3. هانتوما شوفوا معايا مزيان، تاكدوا باللي حنا راه غادي نخدموا 3. 1، هنا
شوفوا معايا، اثنان ثلاثة، احنا يعني خدمنا هذيك الغرزة اللي ما حسبناهاش وخدمنا ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، والآن نخلي الفراغ، الفراغ نخليه وغادي نجي نخدم هاد الغرزة اللي ما كتحسبش. انا نقول لكم الغرزة اللي ما كتحسبش باش ما نتلفوش ونبقاو غاديين خدامين عادي وتجينا الخدمة سهلة وبسيطة. الشهدة راه سهلة صراحة، انا جاتني يعني كتبان ودغيا كطلع، راه واخا تبان لكم بحال هكا راه دغيا كطلع وانيقة في نفس الوقت، هذه هي اهم حاجة انها انيقة. نكملوا هنايا الخدمة ديالنا عادي، المهم انا غادي نبقى غادا حتى نوصل لهذوك ربعة الفراغات اللي انا عندي بهم الغراض، وهم ربعة وديما كنزيدوا الزيادة ديال اللي في التوب، راه ديما هنا قديمة جروا الخيط الفوق وهبطوا الخيط لتحت، ركزوا على هذه. هنا عدي ثلاثة ضربات، الأولى الثانية الثالثة، ثلاثة ضربات هنا جروا الخيط الفوق هبطوا الخيط لتحت، وكذلك هنا عندنا واحد اثنان ثلاثة وأربعة، عندنا هنا أربعة الضربات. الآن غادا تعطينا خمسة، يعني المهم دابا غادي نبدأ، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الضربات، حيت حنا ديما كنزيدو الضربة ديال التوب راه ديما عندنا زيادة، يعني تعطينا عندنا خمسة ضربات. نخلي الفراغ ونجي لهاد اللي ما كتحسبش ونخدم ثلاثة ضربات ديولي عادي. هي هاد الخدمة راه صراحة سهلة، يعني ديما ضربوا في هاد اللي ما كتحسبش وخدموا ثلاثة ضربات ورجعوا عاوتاني خدموا هنا هادي اللي ما كنحسبوهاش، وغادي تكملوا يعني لتحت عطاتنا خمسة في الفوق تعطينا أربعة، صافي ديال القاعدة، لتحت خمسة الفوق غتعطيك أربعة. ضربة في التوب، والآن غادي نبدا نرجع في الرجوع، راه غتعطيني خمسة يعني لأنني زدت في الزيادة ديما. هنا بزاف كتخلعو بزيادة، ولكن راه ما كتخلع ما والو، عادي فين ما تضربي في التوب زيدي ضربة ديما. هنا عندنا شوفوا معايا الضربة الأولى والثانية كنهبط الخيط لتحت، فشفتوا معايا انني هبطت حتى لتحت. المهم انني خاصني نوصل العدد ديال العدد ديال اربعه الفراغات. فالان انا دابا بديت غادا طالعه، شوفوا يعني ما تلفوا ما والو، ابقاو غادي خدامين حتى تكملوا هذوك اربعه الفراغات، عاد غادي نبداو واحده اخرى جديده، صافي ببساطه. فالان شوفوا معايا انا دابا غادا خدامه عادي، هنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، ستة ضربات عندي لتحت تساوي خمسة ضربات الفوق. فهنا غادي نعطيكم يعني هنا غادي نديرو دابا هاد نخدمو الفراغ، وغادي نجي هنا ثلاثة ضربات، الأولى الثانية والثالثة. هنا نتابعهم، هنا غادي بصراحة الفيديو جا طويل بزاف، هادشي علاش غادي نبدا نزرب شوية في الفيديو، غير شدوا معايا الخط شدوا معايا الخط شويه. المهم انا راه طلعنا الفوق ضربنا ضربه في التوب والهبطه اللي هبط، انا عندي الغرض بهذوك ربعه الفراغات، واحد جوج ثلاثه اربعه، غتبقاو غاديين خدامين حتى توصلوا لربعه الضربات عادي جدا، ما تزيدوا حتى شي حاجه يعني خارجه على المنطق، ربعه الفراغات وغادي نجمع الضربه الاولى والثانيه، الغرزه الثانيه كنجمع فيها هاد الفراغات كاملين، والغرزة الثالثة في نفس هذاك الفراغ بطبيعة الحال، هنا الغرزة الثالثة. فشوفوا معايا هنا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة ضربات في الفراغ ديما كنخدم ثلاثة، ثلاثة الغرزات، الغرزة الأولى
هي هذه، والثانيه غنجمع فيها هذا الشيء كامل، يعني هاد ربعه العوينات اللي احنا فتحناهم فغادي نجمعوهم صافي، يعني سهله ببساطه. والان غندير الغرزه الثالثه في نفس الفراغ، والان غادي نهبط، غنهبط عادي جدا هاد الفراغ، هاد الغرازي اللي عندي غنهبط. وصلنا للثوب، فغادي نزيد غرزه، لاحظوا معايا جيدا، غادي نزيد غرزه وغادي نطلع هنا. خدموا عادي جدا، يعني سيروا غير بشويه عليكم. انك تلاحظوا معايا انني بديت كان يعني الفيديو بدا كنسرعوا شويه، لان صراحه الفيديو جا طويل بزاف، ولكن احنا غادي نمشيو معاه غير دقه دقه علينا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عندي سبعة ضربات، فغادي نخدم فوق من هذاك الفراغ. هنا راني باقا ما بديتش واحدة أخرى جديدة، لاحظوا معايا أنني هنا باقا غادا خدام عادي، يعني مازال ما بديناش واحدة أخرى جديدة، عاد غادي نبدا واحدة أخرى جديدة. دابا المهم دابا نكملوا بعدا نعمروا هادشي عادي عادي، عمروا عادي. فالان شوفوا معايا مزيان، انا غادي نكمل هاد الضريبات ديولي ونوصل للثوب ونرجع. هنا راني وصلت للثوب ورجعت، فالرجعه اللي غادي نرجع غنعمر كلشي صافي. ديما في الرجعه فاش ترجعوا عمروا كلشي، يعني هنا غادي ندير ثلاثه ضربات، غرزه الاولى الثانيه، وحاولوا تزيروهم شويه وطلعوهم واحد الفوق باش تبان لك الغرزه الثالثه. ودابا غندير ثلاثه ضربات، واحد، كنعتذر منكم على التصوير ما واضحش مزيان، ولكن كنتمنى يعني الشرح يكون واضح. هنا عندي ثلاثه ضربات، هنا كذلك ثلاثه ضربات عادي، ثلاثه ثلاثه ثلاثه، ونعمر هذوك الفراغات اللي عندي لتحت. من بعد ما كملت انا غادي نهبط دابا للثوب، يعني غادي نبقى غادا هابطه حتى نوصل للثوب. هبطوا عادي جدا. من بعد ما وصلنا للثوب دائما كما كنقول لكم غادي نزيدوا غرزه. هنا غادي نبداو واحده اخرى جديده، هذه اهم حاجه، اهم نقطه هي هاد الزياده، يعني هاد الوحده اللي غادي نبداها جديده. شوفوا معايا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، هنا درت خمسه ضربات، لاحظوا معايا مزيان خمسه. هنا غادي نخلي جوج وغادي نجي للثالثه وغادي نفتح. فهذه هي الطريقه باش حنا غادي نتمو غادي وكنطلعوا. وها دابا شنو غادي ندير، غنخدم فوق من هذوك ثلاثه الضربات اللي انا اسستهم في الاول، هما الاساس ديال 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 الشهده الجديده، هما دوك ثلاثه الضربات اللي حنا كنخدموا. واحد جوج، والان ثلاثه. صراحه الخيط راه قرب يتقاد، مو غادي نبدلوه. فهنا نكملوا، درنا ثلاثه ضربات وغادي نخلي هنا جوج ونجي للثالثه. هنا كذلك غادي نبداو نفتحوا وحده اخرى جديده، لان انا هنا خدمت شهده وحده، يعني دابا خاصني نخدم جوج شهدات. مو نبدل الخيط بعدا نحيد الخيط وندير واحد اخر جديد. انا راه غادي نركب جديد، والقديم يعني ما تنقطعوهش في البلاصه، كنخدم فوق منه عاد غادي نحيدو ونجيب، يعني عاد نحيدو ونديرو واحد اخر. المهم نديرو دابا ثلاثه ضربات ونخليو الخيط عادي، يبقى نبقاو غادي خدامين فوق من هذاك الخيط. هنا واحد اثنان ثلاثة، نجيو لهاد الغرزة رقم ثلاثة ونخدمو عليها عادي عادي بحال هكا. ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، شوفوا معايا هنا ولو عندنا ثلاثة الفراغات، هذه أهم حاجة، ولو عندنا ثلاثة الفراغات. والان واحد اثنان، المهم نطلعوا للثوب والهبطه اللي غادي نهبطوا. دابا هنا غادي نبداو كنعمروا في هاد الفراغات اللي حنا خدمناهم، هاد ثلاثه الفراغات غادي نبقاو غادي خدامين عليهم كنعمروا فيهم حتى نوصلوا لربعه الفراغات،
اللي عندنا بهم حنايا الغارات باش نفتحوا يعني باش نبداو شهادة اخرى جديدة، باش نزيدو نكبروا هذه. هنا 3 ضربات وغادي نجي لهاد الراس ديال الشهادة ونخدمو عادي، مرة نجر الفوق مرة نهبط الخيط لتحت. والآن نخدم 3 ضربات، 1 2 3، 3 ضربات. والآن نجي لهاد الشهادة هي هذه أو هاد العين الكبيرة ونضرب ضربة الفوق وضربة لتحت كما قلت لكم. وهنا نهبط للثوب عادي، هذوك العوينات اللي عندي غادي نخدمهم، نهبط حتى للثوب ونعاود نطلع. ديما هبطوا للثوب عاودوا طلعوا، كملوا عادي جدا. 1 2 3 4 5 6، عطاتني 6 ضربات. نخلي الفراغ ما نخدموش ونجي لهاد العين اللي ما كنحسبوهاش نخدم عليها. والآن 3 ضربات عادي، 1 2 3. عندي هنا 3 ضربات. والآن نخلي دائما هذاك الفراغ ونجي للعين اللي ما كنحسبوهاش وغادي نخدم 1 2 3، 3 ضربات. وغادي نجي نخدم هنا في هاد العين اللي ما كنحسبهاش، وهنا غادي نطلع للثوب ونرجع نهبط. شوفوا معايا مزيان، راني خدمت دابا كملت هاد الشهادات هادو بجوج، يعني نظرا للضيق ديال الوقت. المهم 1 2 3 4 5 6 7 8، عندي هنا 8 ضربات. وغادي نجي دابا الان غادي نجمع هادوك 4 العوينات اللي عندي غادي نجمعهم. خدمت الضربه الاولى عادي، الغريزه الاولى والثانيه غادي نجمع فيها هاد الشيء، هاد 4 وغادي نجمعهم بحال هكا. والان غادي نخدم يعني الغرزه الثالثه وغادي نبقاو غاديين 3 3 3 حتى نهبطوا حتى لتحت. الان دابا انا ما نبقاش نركز لكم على يعني خطوه بخطوه، يعني غادي نولي علاش، حيت اللي مهم هو كيفاش نفتحوا شهاده جديده. يعني مثلا انا دابا حنا كملنا هاد الجوج، دابا خاصنا نديروا 3 شهادات. فديما هنا الضربه الاولى والثانيه كنجمعوا هاد الغرازي كاملين. والان كنديروا الضربه الثالثه، فنكملوا هنايا 1 2 و3، 3 ضربات. وغادي نجي ونجمعوا هذه حتى هي 1 الضربه الاولى والثانيه، نجمعوا فيها هادشي كامل. والان الضربه الثالثه. فالان انا دابا غادي نهبط للثوب ونعاود نطلع عاوتاني مره اخرى باش نشوفوا شنو غادي يوقع. نهبطوا دابا واحد الهبطه لتحت، غادي نشوفوا شنو غادي يوقع في الجزء الثاني ان شاء الله. فتابعوا معي الفيديو، الجزء الثاني ان شاء الله نكملوا فيه الخدمه ديال هاد الشهده هذه ونشوفوها كامله. ما تنسوش اللي عجبها الفيديو تضغط على زر الاعجاب والاشتراك، وشكرا على المتابعه.